وللمزيد معي عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة، ونسأل عن إلى أي مدى برأيك نجحت مملكة البحرين من خلال هذه البيئة الداعمة والمحفزة لاستقطاب رؤوس الأموال وفتح المجال أمام الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة، إلى أي مدى نجحت في إثبات نجاعة ونجاح خططها الاقتصادية؟ في البداية طبعا أحب أشكركم على الاستضافة. أهلا بك. وكذلك أحب أن أؤكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وعمل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهمت بشكل كبير وفعال في تعزيز فرص الاستثمار في مملكة البحرين. وإذا نتكلم على سبيل المثال عندنا عدة محطات تؤكد هذا الكلام. يعني على أول محطة نتكلم عن رؤية البحرين 2030 اقتصادية، هي تقوم على التنافس والعدالة والاستدامة في كل بنودها، وهذا اللي هو له دور كبير في تعزيز وتحفيز رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو خارجية أنها تستثمر مملكة البحرين. أيضا عندنا برنامج التعافي الاقتصادي، كل فرصة فيه كانت فيها قطاع واعد سواء كانت في مجال الصناعة أو مجال السياحة أو التعليم أو حتى الذكاء الاصطناعي أو أيضا مجالات الغذاء. هذا البرنامج المتكامل أيضا هو فرص للمستثمرين أنهم يستثمرون في مملكة البحرين. وبعدين لا ننسى موقع البحرين الجغرافي اللي تتميز فيه وعلاقتها مع الدول والدول المجاورة، وكذلك احنا نملك يعني بنية تشريعية وقانونية قوية تدعم الاقتصاد وتدعم التشريعات المالية والاقتصادية وتحميهم وتحمي أيضا المستثمرين إذا كانوا مستثمرين في مملكة البحرين. ناهيك أيضا على المؤشرات الاقتصادية في آخر سنتين كلها يعني مؤشرات إيجابية وفيها معدلات النمو يعني مقارنة بالمنطقة معدلات واعدة ويعني وممتازة تعتبر في الظروف اللي مرت فيها المنطقة خلال سنتين ماضيتين سواء كانت في الجائحة أو في الأمور اللي إحنا نشوفها. ايضا لا ننسى ان احنا البحرين نملك العنصر البشري، وهذا العنصر البشري هو شيء مهم حق الاستثمار او حق المستثمرين، لان احنا عندنا دعم للمواطنين البحرينيين في برامج دعم اجور او دعم تدريب او فرص عمل، وهذا يخلي ان العنصر البحريني او المواطن البحريني يكون جزء من هذه المنظومه الاقتصاديه ويكون محفز للشركات انهم يستثمرون في البحرين لان القوه العامله البحرينيه بتكون متواجده فيها. ايضا لا يعني ننسى ان احنا عندنا كثير من الاتفاقيات التجاريه واتفاقات التجاره الحره مع امريكا، وايضا في اتفاقيه قائمه جديده مع المملكه المتحده، وكذلك عن الاتفاقيات اللي تم توقيعها على عدم ازدواج الضريبي. هذه كلها تحفز الشركات والمؤسسات العالميه ان هي تكون وتتخذ من البحرين مقر لها وتعمل في مملكه البحرين. وايضا يعني في الاخير نقدر يعني نقيس هذا الشيء، نشوف ان عدد الوفود التجاريه والوفود اللي تزور مملكة البحرين والمعارض اللي تقام في البحرين، هذه كلها مؤشرات تؤكد الكلام وتأكد أن البحرين فعلا بيئة مميزة ومحفزة للاستثمارات بإذن الله تعالى. نعم، سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، شكرا جزيلا لك.